1/4/2013 نقل جسمان الشهيد رياض الأحمر من قرية المارونية في قرية المارونية وتم إلى مستواه الأخير في مقبرة الشهداء تم نقله إلى مستواه الأخير في مقبرة الشهداء في مارونية ميرو بيت ميرو عبي جيب الطابور روح 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 وحده الله يا اخوان يا شباب الله يحفظك يا شباب الله يحفظك دخل جسمان الشهيد رياض الأحمر في قرية مارونيون شباب هون بدها شوية رقدة ليك جاب التابوت جاب التابوت رايح اشلي رايح هون ورا الحيط هون ورا الحيط وين التابوت وين التابوت ايه خلاص اثنين اثنين ونرقص في فردك اذا اثنين كمان بالنص خلي تاخذ تابوت هناك ابو يلا يا شباب ايه يلا تفضل يا شباب تفضل يا شباب يلا يا الله باي باي دين نروح الجار خليك عند الجار الله اكبر تم نقل من قبل المرصد هذا الطريق مستهدف من قبل المرصد مباطي الله اكبر الله اكبر لقدام لانه في عنا هسه نقطه بس ما تشوفي بعدين خلص ايه بس بعدين ما تقطعوا كتب التمام بس عم بس هلا بنرقص ايه هو مرقص بس هيك حتى مش هيك هيك مين هذا اللي جابه مين هذا معنا شحب فيهم دوي دوي احمد كمان دوي رجاء شاف الطيور خلي هو يروح بعد ما يقطع نحن نروح لاني بدي راخي هو حركه صح عشان مش منزل منزل خاص بالاراضي منزل خاص بالاراضي ابو رشيد ابو سليم روح بس كذا ما انا بقول لك تدخل فيها مشان الغرى مش بطفي على المدرسه على المدرسه يلا اراضي اسمع إلي إلي سوف يتم نقل الشهيد في هذه السيارة إلى مقبرة الشهداء في بيت ميرو تابوت الله أكبر اللهم تقبله شهيدا الله أكبر الله أكبر جسد الشهيد وضع في التابوت يلا أجروا أخواتي أجروا جسد الشهيد رياض الأحمر الله أكبر
الله امين يا رب.